لعبه الكوره الزمالك بدا يرد وبدا يحاول ويوصل، لكن لسه الاسماعيلي بيحاول. ادي الكوره انطلاقه من مدبولي، يمشي يتوغل جوه منطقه الجزاء، والتسديده مش ممكن. ياو والنور يسجل اول اهداف اللقاء، يترجم التفوق الدراويشي طوال 18 19 دقيقه في بدايه المباراه وفي بدايه الشوط. يستقبل الكرة المرتدة من محمد صبحي ومن الدفاع الزملكاوي، وفورا في المرمى فورا في الشباك أول أهداف اللقاء عن طريق التوبولي الغاني. أيضا ياو النور أول أهدافه في هذه المباراة وأول أهداف الإسماعيلي وثالث أهداف ياو في الدوري. هذه الكرة، لكن كل الفضل ينسب ويحسب لأحمد مدبولي اللي قاد الهجمة بشكل رائع جدا، ومشي وتوغل وانطلق ومر من الجميع وجرب وحاول على المرمى، تصدى محمد صبحي، لكن المتابعة والفولو الرائع من ياو فورا بالقدم اليمنى تلمس في رجل سكر وتستقر في الشباك، ويروح يحتفل مع مدربه حمزة الجمل. سكر كعب من مصطفى شلبي إلى زيزو، انطلاقة من زيزو أمامية تاني في الجهة اليسرى لمصطفى في مواجهة عصام صبحي، يلعبها حلوة أوي جوه المنطقة سامسون، والتعادل التعادل زملكاوي، صناعة سامسون وتسجيل إبراهيم أنضاعي، التعادل أفريقي خالص، التعادل مستورد من بنين أولا ثم من السنغال ثانيا. إبراهيم أنضاعي بيسجل أول أهدافه ويتعادل للزمالك سريعا بعد حوالي 18 دقيقة من تقدم الدرويش. يبقى أنضاعي شوف البداية من عند مصطفى شلبي إلى سامسون اللي ما طمعش في الكرة الحقيقة وحطها حلو قوي لإبراهيم أنضاعي، وبيسجل أول أهدافه ويتعادل للزمالك 1-1. صناعة سامسون، يستأنف في اللقاء من جديد، الونش لشبانة، لمسة من الونش لكن ما تتظبطش، تمريرة ما تعديش ما تمرش وتصل إلى أحمد مدبولي في مساحة رائعة جدا على حدود منطقة الجزاء ناحية اليمين، يدخل جوه المنطقة مدبولي يموه ويسدد وفراس مش ممكن. رؤى يسجل بالخطأ في مرماه بعد ما فاتت الكرة من فراس شواط، لكن يتكفل رؤى انه هو اللي يشوط مش شواط، رؤى اللي يشوط ويسجل تاني اهداف الاسماعيلي في هذه المباراه. بالنيران الصديقه، مفيش تسلل مفيش اوفسايد، فاتت من فراس شواط، لكن رؤى يتكفل انه هو اللي يسجل ويسكن الكوره في شباك محمد صبحي. يبقى في الدقيقه 57 أصدقائي المشاهدين، محمد أشرف رؤى بالنيران الصديقة يسجل تاني أهداف الدراويش في هذا اللقاء ويتقدم الإسماعيلي 2-1.